تليفوني ونقول الو. الو. ايوه ازيك يا استاذ اسامه؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ازيك؟ انا الحمد لله تمام. اتعرفيكي؟ انا الحمد لله. اسمي سوسو. طيب ممكن نوطي الراديو بس شويه عشان نعرف نسمع بعض؟ طيب. وكم سنه؟ 32. 32 سنه. مرتبطه؟ متجوزه وعندي 3 اطفال. ربنا يخليهم لك يا رب. بنتكلم النهارده عن الوفاء المطلق. هل شايفه ان في حاجه اسمها الوفاء المطلق؟ يعني الانسان بيبقى وفي وفاء مطلق ما فيش حتى نظره؟ لا مفيش كلام اساسا. مفيش حب اساسا يعني من وجهه نظري. طب انت متجوزه عن حب ولا جواز تقليدي؟ هو عشان تقليدي المفروض بعد كده بقى في حب وعشره وبتاع. وبعدين بعد كده حسيت ان مفيش حاجه اسمها حب. احنا كل واحد بيجري عايز يشتغل عايز يجمع فلوس عايز يبقى حاجه بتاع. بعد كده اطفال بعد كده تلهينا. بعد كده اهلي بقى في مشاكل ما بيحبوهوش مش عارفه ايه. ابتدت تتكون عندي طاقه سلبيه جامده وبقيت ان انا ازهق من الدنيا. كل بقى اللي حواليا بيشوفوا عيوبه بيقولوا لي والكلام من ده. بس يعني في ناس كتيره بتهدي النفوس. جميل جدا. وبعدين بس فحسيت ان انا يعني ايه انا اتطفيت بدري او حسيت ان انا اترميت في هم بدري. يعني انا متجوزه 19 سنه وكله جري جري وشغل وبتاع ما عشتش حياتي. احنا كمان ما عشناش حياتنا. اتجوزنا على طول وخلفة على طول وكده. هل قررتي بقى بعد كده تعيشي حياتك؟ عملتي زي ما الناس بتقول لي. زي ما يعني الناس قالوا لك عيشي حياتك؟ عيشي حياتك طالما هو مش عايز او هو بخيل في مشاعره. عملتي ايه؟ احكي لي كل حاجه. مفيش. اول مطب وقعت في حد في ويك اند مقضينه ف بيعاكس مش عارفه ايه الكلام من ده وخد الرقم تاني نتكلم على الواتس. بس فانا مش عارفه انا وقعت ازاي في المطب ده. يعني كل مره بصد اي حد يجي عاكس يجي يتكلم بعمل حظر الكلام من ده على البلوك على طول. عارفه وقعت في المطب ده ازاي؟ يعني ده عكسك وخد رقمك اديتي له رقمك؟ وبدا هو شاف الشات اتضايق طبعا وعمل مشكله وقال لاهلي. فلما قال لهم عملوا مشكله برضك وضربوا كده. وقال له لازم يعني هو شاف الشات اللي ما بينك انت والراجل. والراجل ده ايه يعني؟ شاب ولا راجل متجوز ولا ايه؟ شاب برضك متجوز. قال لازم قالوا لي لازم نتطلق. مين اللي قال لك لازم تطلقي؟ اهلي. اهلك اللي قالوا لك تطلقي؟ ليه؟ اول ما قال لي نتطلق عشان كرامتك عشان هيتنفس عليكي بالله مش عارفه ايه كده. كل تفكيرهم حسيت ان هو في الفلوس اكتر. وهو عامل ايه؟ هو متضايق جدا واعصابه بايظه وعلى طول في شك وغيره بقى. انتوا عايشين مع بعض ولا دلوقتي انت عند اهلك وهو؟ لا عايشين مع بعض. هو ما رضاش يطلق وقال انا عايزك ومش عارفه ايه. فكل كلامهم لا مفيش حاجه اسمها حب. ده هو واخدك عشان مصلحه واخدك عشان الفلوس واخدك عشان شغلك عشان معاكي يعني. طب ما يمكن هو بيحبك بجد ومش عايز يخرب بيته وهو قرر ان هو يسامح. ما هو ده اللي انا حاساه دلوقتي. بس انا مش عارفه ازاي انسيه. مش عارفه ازاي هو بيحاول يقرب مني ويقول. طب الشخص اللي عكسك ده وخد رقمك لسه بيحاول يقرب منك ويتكلمك تاني؟ والله هو حاول كتير بس انا طبعا يعني عشان المشاكل كده عملت حظر ووقفت كل حاجه. وحسيت ان هو ما يستاهلش الكلام ده. يعني جوزي ما يستاهلش. طيب الموضوع وصل لايه؟ يعني الحوارات بينكم وصلت لايه؟ الحوارات بس عن طريق الشات ولا قابلتوا بعض؟ لا شات بس مفيش اي حاجه اكتر من كده. ودي اول مره تقعي؟ وكان شات عادي خالص. شات عادي ازاي؟ ازيك اخبارك ايه عامله ايه بتاع يبعت لك نكته تبعتي له بالظبط كده ازيك يا قلبي مش عارفه ايه كده. جوزك شاف كل حاجة ده اكتر من كده. وقدر يسامح؟ طيب بيتعامل معاك ازاي جوزك بعد ما عرف القصه دي؟
هو انا حاسه ان هو بيحاول يحتويني عشان سني صغير، بيقول يعني ماشي نعيش حياتك اللي انت عايزاه انا اعمله لك كل ده. بس انا حاسه ان في انا كسرت حاجه، في حاجه ما بيننا اتباظت اتهزت. انت مش كسرتي حاجه، انت دمرتي حاجه. مش عارفه اعدل حاجه صراحه. طيب خلينا نقول ان انا مش عارف جوزك معديها ازاي. يعني هو ممكن يعديها ولو عايز يكمل علاقته معاك الزوجية، ولكن يبقوا منفصلين كل واحد فيكم عايش في أوضة علشان بس الحفاظ على البيت والأولاد، وده يبقى برضو شيء نادر مش شيء يعني بيحصل. هو بيقول لي أنا ما بقدرش أستغنى عنك، أنا بحبك جدا، بحب عيالي. مش طب المشكلة دي حصل بقالها قد إيه؟ بقالها شهرين. طب حصل بينكم علاقة بعد الشهرين في الفترة دي أنت وجوزك؟ أه طبعا. علاقة زوجية حميمية ومفيش مشاكل؟ أه. هل حاسة إن هو بيبذل مجهود أكتر جوزك اليومين دول عشان يقرب منك؟ أه حاسة جدا، بس أنا مش عارفة أعمل حاجة الصراحة. عايزة تعملي إيه؟ مش عارفة، هو المشكلة أنا مش عارفة حد يفيدني، مش لاقية حاجة أعملها. أنت مش قادرة تعملي حاجة، أنت في موقف من أسوأ ما يمكن. واحدة خانت جوزها واتقفشت، معلش ما تزعيش من كلامي، علشان تستردي الثقة دي محتاجة سنين وسنين، والسنين دي مش سنين عادية، سنين دي هيمر فيها مواقف ومواقف ومواقف، ولازم تثبتي في كل موقف لجوزك انك اتغيرتي تماما، وانك دي كانت خطأ، وان ده ما حصل، يعني دي كانت هفوة، عشان تقدري تستعيدي تاني ثقة جوزك فيكي. هل هو دلوقتي بيشك فيكي، بيعاملك معاملة مثلا مقلق، خايف عليكي، بيكلمك كل شوية؟ هو خايف عليا جدا وبيحاول يكلمني كل شوية. بيخرجك يعني بحساب، بيخرجني بحسابه، فتح تليفونك وبيروح يشيك عليه وبيبص عليه كل شوية وحاجات كده. انت هتعيشي في نكهة السنين والتنين زي ما بيقولوا كده، مفيش حل. طب هو انا مريضة؟ يعني انا مريضة، عندي انفصال، عندي مرض. لا انت مش مريضة، انت مش مريضة. طب انا ليه يعني كان الاول في معاكسات، بقوم عاملة الطب او من خصوص موضوع الشمال. يعني الاول كنت بحب مثلا اسمع صوت، يعني يقول لي صوتك جميل، مش عارفه ايه كلام من ده، صوتك حلوه المقطع الوقت، مش عارف. وبعد كده اول ما الاقي الموضوع دخل في الغلط. لا انت بس انا اسف ان اقول لك، انت مش شبعانه. مش شبعانه، والغلط مش على جوزك، الخطأ مش على جوزك ان هو ما شبعكيش، الخطأ من عندك انت، من نشأتك، من البداية، ان انت ما فيش جواكي حالة الشبع دي. بصي عايز اقول لك حاجة، انك تعملي كده مش بس عدم شبع، لانك تعملي كده هو حاجات كتيرة جدا، اشكال وتركيبات كتيرة جدا جواكي غلط. اول حاجة تقييمك للصح والخطأ، ان ده غلط، استهتارك بانك تاخدي خطوة فيها مغامرة وفيها كده لمتعتها، حبك لنفسك ولمتعتك، علاقتك بقى بربنا سبحانه وتعالى اللي هي بتنظم لك كل ده، البيئة والنشأة والتربية بتاعت الصح والغلط، حاجات كتير. انت محتاجة تعيدي تقييم حياتك، ولما تعيدي تقييم حياتك بالكامل، شوفي نقط ضعفك فين، شوفي مشاكلك فين، شوفي ايه سبب كل اللي انت وقعتي فيه ده ايه. هل انت اتربيتي غلط؟ هل علاقاتك بصديقاتك غلط؟ هل انت شايفة انت واصحابك واللي حواليك ان عادي، يعني ان البنت الست تصاحب يعني عادي، ايه ما جاتش من مكالمة؟ هل انت مغامرة؟ هل انت غبية؟ هل انت تصرفتي ازاي؟ احسبي الحسبة كويس واحكمي عليها كويس، ولكن كل ده مش هيغير في اللي حصل، كل ده علشان ما يحصلش ده تاني. وبوسي ايدك وش وظهر ان جوزك ادالك فرصة تانية، لان ملايين الرجالة ممكن يتعرضوا للموقف ده
ومفيش حاجة اسمها فرصة تانية. هي أول فرصة بالنسبة للست وبينتهي الموضوع.